السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سؤال مهم جدا اتكرر كتير، وهو هل أنا أقدر أحط ثلج للمبرد الصحراوي الخاص بيا ولا لأ؟ بداية هي الإجابة طبعا ممكن نحط ثلج للمبرد الصحراوي، بل بالعكس كمان ده بيساعد إن هو يطلع هواء بارد أكتر. وبنحط الثلج عن طريق المكان اللي فيه المية، اللي احنا بنحط منه المية من المكان ده نحط فيه التلج، لو كان الموديل بتاعنا ما فيش فيه ايس بوكس، يعني في بعض الموديلات بتيجي من غير ايس بوكس، او هنحطه في مكان الايس بوكس لو الموديل اللي جاي بالايس بوكس حطه هنا. كمان احنا ممكن نحط ميه في العلبه دي ونحطها في الفريزر ونجمد اللي نجمدها، وبعد كده لما نشغل البرد الصحراوي نحطها هنا، كمان بتساعد ان هي تبرد الواح التبريد اللي جوه وتطلع هواء بارد اكتر. الفكره في التلج ان هو بينزل الميه على لوح التبريد او الكرتون اللي جوه المبرد الصحراوي اللي هو ده، يخلي الميه تنزل بارده على المبرد الصحراوي، فده بيساعد على عمليه التبخر ان هو الهواء يخرج بارد اكتر. ولكن في نقطة مهمة جدا، وهو ان وضع التلج للبرد الصحراوي بصورة مبالغ فيها وباستمرار ده بيأثر على البرد الصحراوي وبيأثر على لوح التبريد، بمعنى ان لوح التبريد ما عادش بيدي نفس الفعالية اللي كان بيشتغل بيها في الاول. يعني كمان ده بيأثر على عملية التبخر نفسها وعلى بعض الاجزاء الداخلية للبرد. فاحنا المفروض ان احنا نحط تلج للبرد الصحراوي مش باستمرار، مش على طول، يعني مثلا مره كل يوم او كل يومين، مش بحيث احنا ما نضغطش، مش كل ساعه نحط تلج نحط تلج نحط تلج، فده بيأثر على الاداء والفعاليه للبرد الصحراوي. شكرا جدا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون فاتكم. لو عندكم اي استفسار او اي حاجه ممكن تسألونا السؤال في الكومنتات، او تبعتولنا على رقمنا على الواتساب، او تكلمونا على الايميل. شكرا جدا ليكم، كان معكم احمد عبد الرحمن من شركة سبرينج دي للمبردات الصحراوية. بليز لايك كومنت شير، شكرا جدا لحضراتكم.